لا تزال مدينة مارع بريف حلب الشمالي قابعة تحت حصار مطبق من قبل تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد تقدم التنظيم الأخير وسيطرته على قريتي كفر كلبين وجبرين، والذي أدى لقطع الطريق بين مدينتي مارع وعزاز. وعربت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن تخوفها على حياة نحو 1700 عائلة محاصرة داخل مدينة مارع، مطالبة بإيجاد سبل آمنة لحمايتهم وتقديم الدعم العاجل للمدينة. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة مارع المحاصرة الناشط الإعلامي حسين ناصر. مرحبا بك حسين. بداية، كيف تبدو أوضاع المحاصرين داخل مدينة مارع من مدنيين وعسكريين؟ نعم أخي أصلان، الأوضاع سيئة جدا. آلاف المدنيين موجودين داخل مدينة مارع وهم محاصرين، يعني نعم، من جميع المحاور، من جميع الأطراف. داعش شفرة حصار من 3 جهات، وقوات سوريا الديمقراطية تسمح لخروج المدنيين فقط من مدينة مارع، ولكن لم تسمح لحد الآن بإدخال أي مواد غذائية أو أي مواد لداخل المدينة. نقص شديد جدا في الخضار والفواكه والمواد الغذائية داخل المدينة، ويعني حالة سيئة جدا يعني. طيب، بالنسبة لوضع المدنيين تحديدا، هل تم التواصل مع قوات سوريا الديمقراطية بشأن السماح للمدنيين في المدينة العبور إلى عزاز؟ للآن لم يتم التواصل، لكن قوات سوريا الديمقراطية فتحت للمدنيين ممرا لخروجهم فقط دون الرجوع إلى المدينة. للآن لم يتواصل المجلس المحلي داخل المدينة مع قوات سوريا الديمقراطية بخصوص خروج المدنيين أو بخصوص إدخال مواد غذائية داخل المدينة. طيب، كيف ينظر المدنيون المحاصرون داخل مارع إلى تنظيم الدولة وقوات سوريا الديمقراطية، وخاصة أن وجود يعني مع وجود مخاطر من قيام أحدهم بالسيطرة على المدينة؟ حاليا المدنيين يرفضون بشكل قاطع دخول تنظيم الدولة إلى المدينة، ويريدون بشكل تام وجود الجيش الحر داخل المدينة فقط، وجود فقط الجيش الحر داخل المدينة. ومعظم الموجودين داخل مدينة مارع هم من فصائل الجيش السوري الحر فقط لا غير. طيب، هل يوجد تنسيق بين الثوار في مارع وعزاز وبين طيران التحالف الدولي أو تركيا لفك الحصار عن مارع؟ نعم، يوجد فصائل داخل مدينة مارع تتواصل مع طائرات التحالف وتقوم بالتنسيق مع تركيا ومع الفصائل في الجهة الأخرى من أجل فك الحصار عن مدينة مارع والدفاع عن أراء سوريا. شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي حسين ناصر، كنت معنا من مدينة مارع المحاصرة.